وفاة 3 مهاجرين توينسا في إيطاليا. هما مهاجرين توينسا غير نظاميين توفيوا في إيطاليا اختناقا بعد ما شعلوا النار للتدفئة داخل مأوى مهجور احتموا به توقيا من البرد، حسب ما أفاد به الناشط بالمجتمع المدني والنائب السابق بالبرلمان عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي. الكرباعي قال اليوم أن الحادثة هذه المؤلمة تسلط الضوء على تفاقم معاناة المهاجرين التوينسا في إيطاليا، ليس فقط غير النظاميين ولكن أيضا المهاجرين المقيمين حتى بصفة قانونية، خاصة مع تولي حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة مقاليد السلطة. وقال الكرباعي أن أصحاب العقارات الإيطاليين لم يعودوا يريدون تأجير بيوتهم للتوينسا بمن فيهم حتى المقيمين بصفة قانونية بينهم الطلبة وأيضا المهاجرين العاملين بعقود قانونية. وقال الكرباعي أنه مهاجر تونسي اضطر للعيش في سيارته رفقة زوجته وأطفاله بعد ما عجز عن إيجاد من يسوغ له مسكن رغم أنه يعمل بعقد غير محدد المدة سديه، ولديه جميع الوثائق الضرورية وأموره كلها قانونية، إقامته وثائقه الكل، ولكن ما عادوش يحبوا يكريوا للتوينسا. الكرباعي وجه مرة أخرى الدعوة للدبلوماسية التونسية والملحقين الاجتماعيين بالبعثات القنصلية التونسية بإيطاليا من أجل التباحث مع المسؤولين الإيطاليين حول مسألة السكن وحول أوضاع المهاجرين عموما النظاميين وإلا غير النظاميين. نحب نقول بأنه زاد مؤخرا تم تعيين في الأسبوع اللي فات سفير جديد في إيطاليا، سفير تونس في إيطاليا، إن شاء الله ياخو على عاتقه المسألة هذه والمشاكل متاع توينسا اللي هما في إيطاليا سواء بطريقة غير قانونية متواجدين غادي وإلا زادة بطريقة غير قانونية. وحسب التقرير الأمني ومعاينة الجثث ما فماش حتى أثار عنف على أجسادهم الثلاثة اللي توفيوا هذوما، وسبب الوفاة يعود للاختناق بأحادي أكسيد الكربون. هما ثلاثة مهاجرين توفوا خاطر شعلوا الحطب باش يدفوا عليه في البرد القارس، الله يرحمهم وينعمهم. وإن شاء الله السلطات التونسية والدبلوماسية التونسية معناها تبحث في الموضوع، تاخذ لهم حقهم، تكشف الحقيقة، وأيضا تحاول تحسن من ظروف التوينس اللي هما غادي سواء اللي هما بطريقة غير قانونية وإلا حتى اللي هما بطريقة غير قانونية. شنو جديد حركة النهضة؟ هل ستغير اسمها وتستبدل مجلس الشورى بمجلس وطني؟ القيادي في حركة النهضة العجمي لوريمي كتب تدوينة على موقع فيسبوك أكد فيه أنه تغيير اسم النهضة وارد، وأنه هذا طرح داخل لجنة الأعداد المضموني، وأشار إلى أنه هذا لا يحتاج إلى استفتاء داخلي إلا في صورة وجود أكثر من اسم بديل عن اسم الحزب الحالي أنذاك. يمكن القيام بسبر أراء لمعرفة أي الأسماء يحظى بأكثر قبول وتأييد. وأضاف أنه لا يستبعد تغيير اسم مجلس الشورى باسم المجلس الوطني، وقال اللي هي فكرة طرحت قبل المؤتمر التاسع ولم يتم التركيز عليها أو تفعيلها، ولكن تبدو اليوم أكثر تلاؤم مع التوجهات الجديدة للحزب كحزب يبحث عن مشتركات مع القوى الديمقراطية والمدنية، حسب ما جاء في التدوينة اللي نشرها في صفحته الرسمية. يقول بأنه باش يتم تغيير أسماء الأحزاب كليا، يقول معناها ليس هناك ما يدعو لتغيير الأسماء كليا أو جزئيا في المؤتمرات أو عند إعادة التأسيس، كما لا يستبعد تغيير اسم مجلس الشورى باسم المجلس الوطني، يقول هي فكرة طرحت من قبل. دونك العجمي لوريمي القيادي في حركة النهضة أكد مناقشة لجنة الأعداد المضموني للمؤتمر 11 مسألة تغيير اسمي حركة النهضة ومجلس الشورى، وهذا في إطار القيام ببعض المراجعات اللي تتماشى مع المرحلة الحالية ومتطلباتها. اليوم في تصريح إعلامي بعد ما كتب التدوينة على صفحته بفيسبوك قال بأنه
تغيير الاسم ليس بجديد عن الحركة، يقول فقد تأسست في البداية كحركة ثقافية دعوية تحت اسم الجامعة الإسلامية، ثم طغى اسم الاتجاه الإسلامي عند بروز تيار شبابي طلابي في الجامعات، وكانت هذه التسمية التلقائية ومحل اتفاق بين مكونات الحزب وأنصاره. واتخذت حركة الاتجاه الإسلامي طابع رسمي بإعلانها حزب سياسي في 6 جوان 1981، وبعد وصول الرئيس الراحل زين العابدين بن علي للحكم، في إطار التفاعل مع الأوضاع الجديدة جرى الاتفاق على تغيير الاسم ليصبح النهضة، وتم اعتماده بصفة رسمية منذ عام 1988. وبين لوريمي أن قرار تغيير التسمية جاء تأكيد لحرص الحركة على العمل في إطار الشرعية القانونية وفي إطار التقيد بقانون الأحزاب. وقال لوريمي أن مناقشة تغيير اسم النهضة يأتي في إطار عديد المراجعات والتعديلات المطروحة لديهم، سواء في رؤيتهم الفكرية أو في النص المرجعي المنظم للاختلاف داخل الحركة. يقول حق الاختلاف وواجب وحدة الصف، هذا حتى تكون الحركة قادرة على استيعاب كل مكوناتها وتنفتح على مكونات أخرى. وأكد لوريمي أنه عقد المؤتمر 11 من أوكد أولوياتهم للمرحلة القادمة، خصوصا بعد تعذر تنظيمه بعد ما كان من المزمع عقده في 17 أكتوبر 2023 بحكم موجة الإيقافات التي شملت قياديين في الحركة وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي. واستبعد العجمي لوريمي دعوة مجلس الشورى لعقد مؤتمر استثنائي، ورجح أنه يتم تنظيمه بعد لم شمل الحركة بخروج المعتقلين السياسيين حسب قوله، واعتبر أنه الاسم الجديد لحركة النهضة يجب أن يعبر على المرحلة التاريخية والأهداف السياسية للحزب. وأضاف أنه مجلس الشورى قد يحمل مستقبلا اسم المجلس الوطني حسب تعبيره. في حادثة تهريب شاب في حجرة عجلات الطائرة في الجزائر، قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بمجلس قضاء وهران في الغرب الجزائري أصدر أوامر بإيداع 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين في مطار أحمد بن بلة دولي بوهران السجن المؤقت على خلفية حادثة تسلل شخص إلى غرفة نظام طي العجلات بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في رحلتها المتوجهة إلى مطار أورلي بباريس في 28 ديسمبر 2023. وحسب بيان المجلس قضاء وهران اليوم، فقد تم فتح تحقيق قضائي ضد 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بالمطار وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل جنحة ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض معناها الأشخاص لهلك الأشخاص الموجودين داخل الطائرة وتعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر، وارتكاب عمل يعرض أمن الطائرة للخطر.